اهلا بحضراتكم من جديد. عايز استعرض مع حضراتكم حصلت حركه تغييرات مهمه داخل رؤساء قطاعات الناشئين في الانديه. عايز استعرضها مع حضراتكم على الشاشه علشان يعني ابرز التغييرات اللي حصلت. طبعا يعني ابو الاشبال دلوقتي في مصر الكابتن امام محمدين وانتقاله من قطاع الناشئين بإنبي الى الاتحاد السكندري. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه رؤساء قطاعات الناشئين بالانديه، كابتن خالد بيبو في النادي الاهلي، كابتن امام محمدين اتحاد السكندري، كابتن محمد اسماعيل إنبي، محمود صبحي سموحه، كابتن ماهر همام انتاج الحربي، طلائع الجيش كابتن محمد مهدي، كابتن طارق يحيى نادي الزمالك، كابتن محمد رضوان نادي المولين العرب، كابتن محمد حليم نادي حرس الحدود، كابتن صلاح محسن نادي طنطا، محمد عبد الجليل مصر مقصه، محمد مصطفى الجونه، كابتن عبد النبي عاشور بيراميدز، ميمة عبد الرازق في نادي المصري، ورياض في وادي دجله، ومحمد حمدي في نادي اسوان، والدكتور عطيه السيد في نادي مصر. ده رؤساء قطاعات الناشئين المتوالين في الوقت الحالي. طبعا ابرز حركه التغييرات زي ما قلت لحضراتكم الكابتن امام محمدين اللي عمل طفره كبيره على مدار سنوات طويله حقق فيها ارباح كبيره ولاعبين لمنتخبات مصر الناشئين والشباب والاولمبي والمنتخب الاول والفريق الاول في إنبي، انتقاله من إنبي للاتحاد السكندري مكسب كبير جدا للاتحاد السكندري. وطبعا السنه دي معانا الكابتن خالد بيبو، المكسب كبير طبعا للنادي.